طيب انا بدي اعترف لكم بشغله، كتبت السؤال على السوشيال ميديا، ما بعرف شو كبست اي كبسه، ما انحط يعني ما انعمل بوست. بقى انا بوعدكم نهار الثلاثاء بكون انا وياكم نرجع نطرح نفس السؤال لنتشارك انا وياكم قصه غلاء المعيشه. مين المشاغب يا اختي؟ وقت يكون عندنا ضيوف هون، وقت يكون في، انت ملاحظه الجوارير والطناجر كيف تتكركب فوق راسنا؟ بس تكوني انت بتعملي المشكل. بدي بحكي لي هون تحت الهواء. ما في، بدي احكيك قدام الهواء ليعرفوا قديش انت بتعمل مشاغبه. انزعجتي من الموضوع. ذكرتني لما اكون عم بطبخ مع ماما وتنتقدني. امي بتطبخ احسن منك ولا انت بتطبخي احسن؟ لا اكيد هي احسن، هي بس هي نفس الشيء بتنتقدني هيك انه كثير بتكركبي. ما هيك بتكركب وبضل فتح الجوارير و على كل حال اللي بيشفع لك كمان برجع بقول لك كمان مثل شو بقول له الشيف عبد الله، انه النتيجه للاكل اللي ما اذا ما كنا هيك ما بنكون شافيه يعني بصراحه. صحيح بتكون عندكم شعطه فنيه دايما هو الطبخ فن. ليش بحط شابو او لك الشيف؟ لانه دايما شعراته واقفين ومكرنش و ليك. كنا اليوم عم نحكي عن قصه الغلاء المعيشي ورح نحكي عنها الثلاثه. مطرح ما بتجيبي اغراضك انت بتعتبري فير للمدخول، ما هيك؟ فير. ما في مناطق تختلف عن مناطق بلبنان. انا بصراحه انه دائما المواد الفريش ما باخذها من مولات، انا مع احترامي لكل مولات ما عم سمي، المواد الفريش مثل الخضره وكذا دائما بدور على المحلات الصغيره يلي بيكون هو جايبها من الارض. بيكون مختصه بالخضره، خضرة. مختصه بالمونه يعني. مثل شت بلقيس، في اطيب من مونه شت بلقيس. رح تجيبي لي كشك بكره ولا؟ ايه اكيد. اوكي، كشكات الست بلقيس مش معقول شو طيبين، وبارخص الاسعار. الكيلو ب 5000. لا يا مشحش. نحن وياكم رح نروح عند الست بلقيس لنكمل القرنبيط، يخنه القرنبيط والميمونيه واللي بدها تحضره اليوم، وانا بعد شوي بنضم لها ورشه ملح. رح نرشرش ملح اليوم لنشبع. اول شيء، اول رشه ملح رح اعملها هي للرزات. قليت الشعيريه، شوفوا ملا لون، اللون الذهبي مع شويه سمنه. نحن على طول عم نحكي عن السمنه بس ما حدا يخاف، لانه السمنه اللي بنستعملها دائما سمنه بلديه، سمنه من اللبن مش من الاشياء الدهنيه، تنجاب من اللبن بعد ما ينخض، ناخده من قشوة اللبن. هاي أول رشة ملح حطيناه على شعيرية المقلية مع شوية سمنة. عم نقول سمنة لأنه نحنا بطقس بارد بلبنان، جسمنا بيحمل دفى. رح حط الرزات مع مياتهم على الشعيرية. لكل كوب من رز الأمركاني بدي تقريبا، أو رز الأنكل بانز بدي تقريبا كوبين من المي. حطيت انا، رح ضيف المي اللي بحتاجها، ورح اترك رزاتي على نار هادية ولطيفة واتركهم ليستووا على مهلهم. بهيدا الوقت شو شايفين هون؟ شايفين القرنبيط. عادة يمكن بتقولوا انتو يخنة القرنبيط يعني قرنبيط مقلي، بس نحنا عم نشتغل يخنة القرنبيط البيضة، لأنه هلأ أيام أعياد لازم الأكل دايما يكون أبيض وفريش. سلقت القرنبيط ليضل محافظ على لونه الأبيض الحلو. استعملت أو رح استعمل الدجاج كمان الأبيض. عادة يخنة القرنبيط بتكون باللحمة والصلصة، اليوم رح نعملها بالدجاج. والدجاج بعضمه نقيت دبابيس صغيرة كتير، رح حطها بقلب الطنجرة، رح قليهم بشوية زيت نباتي. حطيت معهم شرايح من الحامض، رح اتركهم يتقلبوا، بغطيهم. وهون رح بلش اشتغل بشو بدي احط بقلب وصفتي. بصل قطع كبيرة،
تقريبا بصلتين. هون بنكون جهزنا البصلات، رح ضيفهم فوق الدجاجات ويتقلوا كلهم مع بعضهم. شوية زيت، ما بدي كتر لأنه حاطين على الرز كمية منيحة من السمنة، فما بدي كتر. هون رح قلي البصلات مع الدجاجات وغطيهم. طبيعي لما نقول قرنبيط بنقول كزبرة وثوم وكمون. رح ناخد التومات وضيفهم على وصفتي بطريقة كمان خشنة. قلبهم رح حط هلا كمية البهارات اللي نحنا بدنا اياها. ملقة من البهار الأبيض، ملح، ما بدي كتر ملح لانه رح احط مكعب من نكهة الدجاج، دايما لما بدي زيد مكعبات بدي خفف من الملح. كزبرة يابسة، سبع بهارات، ثوم مجفف مع زنجبيل مجفف، هون كمان فيكم تسجلوا المقادير موجودة وتطبخوا الطبخة بأول يوم بالسنة الجديدة. دايما حاولوا تكون طبخاتكم أول ثلاثة أيام من السنة الجديدة بيضة. ليه؟ تستقبلوا السنة حتى بأكلاتكم تكون بيضة. هون عم نقلي مثل ما قلنا بصل، ثوم، كل البهارات المجففة يلي بتحتاجها وصفتي. الدجاج يكونوا صغار بعظمهم لأقدر يستووا بكل سهولة. رح غطيهم كرمال يستووا أسرع. ورح أخذ الكزبرة كرمال ضيفة على الدجاجات. هلأ هون رزاتنا بدنا ننطرهم هيهم بلشوا يغلوا، بدي غطيهم اتركهم يتنبتوا على نار مثل ما قلنا واطية. بدي بلش اخد من مية القرنبيط واغمر دجاجاتنا لحد يستووا اسرع وياخدوا نكهة مية القرنبيط السخنة. هون الروايح كتير طيبة. ما ننسى انه نحنا غسلنا الدجاج كتير منيح بالمي والخل والملح، بعدين نقعناهم بالحامض، فهذا الدجاج منقع بالحامض اخد طعمة الحامض الصح الفريش. تركت كمان الحامض بالقشر بقلب وصفتي، كمان بتعطيني حموضة. رح اتركهم تقريبا خمس دقائق يغلوا مع بعض، رح ارجع اضيف الكزبره والقرنبيط. هون الرز مثل ما قلنا حطيت كبيتين من رز الانكل بانز او الامريكاني. بدنا ننقعه قبل بوقت دايما لياخد مجال انه ينفش. هيك اذا نحن دغري طبخنا الرز الامريكاني او الانكل بانز بدون ما ننقعه بيكون طعمته شوي بتحسوها
هيك مش طيبة، يعني ما بتعطيني الطعم الطيبة. إذا نقعناه بيكون أفضل، غير رز أنا ما بنقعه، بس رز الأمريكاني بننقعه لهيك ياخد راحته، يعطينا الحجم الكبير الأطيب. قليت تقريبا لكل كوب من الرز نحن بنحط يا كوب يا ناقص شوي من الشعيرية، بدنا نقليه بالسمنة أو الزبدة ليعطيني طعمة طيبة باليخنة. ودايما هيدا الشيء بيختلف بالصيف، يعني هيدا تكنيك الطبخ بالشتاء غير بالصيف. بالصيف دايما منخفف من الدهن، منخفف حتى من الزيوت، بس بالشتاء شوي بنعطي لحالنا بوش لنتدفى أكتر بهيدا الدهن الموجودة بالأكل. بدنا نختار الدهن الصح، بدنا نختار السمنة الصح تكون الطبيعية 100%. منروح مندور على حدا قاعد بالضيعة نعرف انه عم يعمل سمنة بلدية صح 100%. هون عم يغلو الدجاجات، ومثل ما قلت لكم بدي اترككم بعد يغلو شوي لياخدوا وقت بالطبخ. رح اقشر شوي من الثوم لضيفه مع الكزبرة، لانه بيلبق لها الثوم، بيلبق لها الكزبرة، وبيلبق لها الكمون. وصفتنا بتختلف عن وصفة يخنة الأرنبيط باللحمة، لأن وصفة الأرنبيط باللحمة عادة بيضيفوا لها رب البندورة واللحمة أصلا حمرة، فبتطلع الوصفة حمرة. في ناس بيتركوها بيضة وبيحطوا لها توم وحامض وكزبرة، بس لما نعملها بدجاج ونقصد ان تكون بيضة، وبعدين بالوصفة اللحمة يخنة الأرنبيط باللحمة بتنقلها الأرنبيط، يعني بتكون مقمرة حبة الأرنبيط وبتنقلها. هون نحن شوي رايحين صوب لونها الأبيض، وما بدي أنا قلي لأنه بتعرفوا حتشرب كتير زيت. هون دجاجاتنا لأنهن صغار حضيف هلأ حبات الأرنبيط، لانه اصلا طبخيتهم نص طبخه نص سلقه، هيك بينطبخوا سوا وبيطروا. بدنا نتاكد كثير منيح انه نحن ما سلقينهم كثير كرمال ما يطروا ويفرطوا بقلب الطبخه. بدنا ناخذهم شوي شوي ونرجع نطبخهم مع البهارات اللي ذكرناها، مع الارنبيط، مع الدجاج. هيك بيعطيني النكهة أطيب مع بعضهم. هاخد بعد شوي من الأرنبيط، رح نحركهم بطريقة ما نكسرها. قديش حلوة الألوان، هيك ألوان أعياد أخضر وأبيض رائعة. رح رش من الكزبرة الفريش على الوجه، رح أرجع بعد شوي قليها. رح أترك هولي هيك، رح غطيهم. هالميلة رح حط باقي الكزبرة يتقلوا. بتكون وصفتنا تقريبا عم بتركها تطبخ حالها. الدجاج اول شيء مع البصل والثوم والبهارات، زدتلهم من مية الأرنبيط المسلوق، خليتهم لياخدوا بعضهم شوي ويشدوا، ضفت الأرنبيط، تركتهم. هلا رح اتركهم بحدود من 10 دقائق لربع ساعة ليشدوا مع بعضهم. بعد ما يشدوا رح ضيف الحامض والكمون، رح ضيفهم هون. بتكون النكهة تبع وصفة يخنة الأرنبيط جبناها من كزبرة، توم، حامض وكمون، بالإضافة للدجاج والبصل والبهارات يلي تبلناها. من الوصفات اللي كتير طيبة ويمكن شوي جديدة على الولاد، وأكيد رح يحبوها.
بتدفى وبيضة نستقبل فيها السنة الجديدة. تركت أنا كزبرة للتقلية وحطيت كزبرة فريش. لون الأخضر والأبيض بذكرنا بالأعياد. رح قلي الكزبرة لحالي واترك طبختي على النار وبريك ومنرجع لكم.